طيب سيد مصطفى، برأيك إذا مستقبل المنطقة إلى أين مع كل هذه التوترات؟ مستقبل المنطقة أعتقد بأنه ما زال من الصعب التكهن به نظرا لمجموعة من المعطيات، أن لا يمكننا التكهن بما هي تلك العملية، نظرا لأن القرار حتى هذه اللحظة لم يصدر ولم يكن هنالك قرار واضح بشأن التصدي لهذا المشروع. كذلك أيضا تحشيدات البحرية كلها تشير على أن هنالك مواجهة، وما هي تلك المواجهة؟ كل هذه الأسلحة الموجودة في الخليج العربي تشير على أن هنالك رسائل رجع حقيقية للجانب الإيراني، وأن إيران بمجرد مشاركتها في الحرب الروسية أو دعمها للجانب الروسي وإرسالها صواريخ فاتح 110 والتي تبلغ مدياتها قرابة 250 كيلومتر أو أكثر من ذلك، كلها عوامل أدت إلى يعني إنشاء أو التعامل مع إيران كأنها دولة مارقة ولا يمكن التفاهم معها. وبالتالي سنلاحظ أن هنالك تحالفات دولية تجاه مشروع إيران، وهذا الانزياح وتهديد الجانب الأوروبي ربما قد يختلف عن التهديدات التي كانت تمارسها إيران تجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بوجه التحديد. لن يكون هنالك التهديدات فقط في منطقة الشرق الأوسط، وانتقال التهديد إلى الداخل الأوروبي أعتقد أنه كلها مؤشرات على هذا نمو هذا التحالف الدولي من أجل مواجهة أي تهديدات إيرانية. وبالتالي لن يكون هنالك، أنا برأيي الشخصي بأن إيران غير قادرة على توجيه أي صواريخ تجاه المنطقة في وجود التعاون البحري الكبير الذي يجري من خلال الأسطول الخامس والقوى العربية الأخرى المتواجدة أيضا في منطقة الخليج العربي وكذلك أيضا محيط خليج بحر العرب وصولا إلى البحر الأحمر والمحيط الهادئ. كلها منطقة أصبحت هي يعني منطقة ساخنة بشكل كبير وأصبحت تحشد فيها القوى البحرية وكذلك أيضا الجوية، كلها مؤشرات واضحة بأن إيران لن تجرؤ على المواجهة.